بجاه ربي لحظة. المخزن هذية في دزاير وبالتحديد في عنابة. مول المخزن يتبع في قناة يوتيوب غرام زمان اللي هي متاع عبد الفقير اللي تسمعوا في صوت يشي هو ينوب عليه ربي ويعمل مخزن يسمي المخزن باسم غرام زمان. بالرغم السيد هذايا عمره ما شافني عمره ما حكى معايا، يمكن كان نطلعوا في مترو ولا في كار ما يعقلنيش، على خطر حتى حد في تونس ما يعرفني انا شكون. معناها اللي حبيت نوصله شنية من جرد فيديو يحسك اللي انت صادق ويحس اللي انت تحكي من القلب، وهو يمكن استفاد مني في معلومات من فيديوهاتي. اول ما جاته فرصة وعمل مخزن سمى مخزن باسم غرام زمان، الحاجة اللي عاونته حتى 1% في غرامه. شفت كنقولكم راهي فانية وما هي دايما الحد، وقلوا والله احد وبابا اخويا توا مزلت كي جيت. درسيبي يا باهين انتي فين والحب فين؟ خويا حبيت نعدي ديدي كاس كبيرة للسيد هذايا، مخزن في عنابة اسمه غرام زمان. بالحق حبيت نقولكم بالرسمي معايا رجال بها بديت، معايا رجال على جيلهم منويت. ابوني فوشن يوتيوب غرام زمان.